ولنقاش ملف أزمة المغيبين في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. حياكم الله أستاذ ضياء، وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله وكل عام وأنتم بخير. أهلا بك أستاذ ضياء. يعني عيد جديد يمر على ذوي المغيبين في محافظة الأنبار دون معرفة مصير أبنائهم، كيف يمكن تفسير مماطلة الحكومات المتعاقبة بالكشف عن مصير هؤلاء المغيبين منذ سنوات؟ الأمر المتعلق بالمغيبين هي ليست الآونة الأخيرة، وإنما صارها من سنوات عديدة تمر على هؤلاء الناس ولا يعرف أهالي الضحايا أين هم وبأي سجن معتقلين. المغيبين مشكلة كبيرة من العراق، وهي مشكلة طائفية بحتة ليست إلا، لأنه هذه المشكلة تطاولت من حكومة إلى حكومة في الحكومات العراقية المتعاقبة، ولحد هذه اللحظة لا نعلم أين هم المغيبين وأي في أي منطقة يوجدون، لأنه الحكومة العراقية هي عاجزة عن حل هذه المشكلة. المشكلة هي بيد الميليشيات الطائفية الموجودة هي التي تحكم العراق. يعني حقيقة الأمر العراق، الحكومة العراقية يعني ما لا ليس لها أمر بهذا الموضوع، وإنما هي تتستر على هؤلاء العصابات الموجودة في العراق مثل قيس الخزعلي وهادي العامري وكل هذه المجاميع الموجودة، هي عصابات وليست أحزاب سياسية ممكن واحد يعتمد عليها في برنامج سياسي معين. في هذا السياق أستاذ ضياء، يعني زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي اعترف بوجود مغيبين في مناطق السجلاوية وبزيبز أيضا، ما هي دلالات توقيت هذا الاعتراف برأيك؟ يعني حقيقة الاعتراف في هذا الوقت معناته قاعد يعطي إشارة إلى الناس، إلى كل من هو يرى هذه المشكلة، نحن الذي نحكم ونحن الذي نقرر من هو الموجود ومن هم المغيبين، وهم واعتراف مباشر هم المسؤولين بصيغة مباشرة أو غير مباشرة عن الملف المغيبين. المغيبين هي قضية تتعلق بأمور أخرى أيضا، بأمور مادية، بأمور الاستفادة، بأمور ابتزاز المواطنين، بأمور ابتزاز أهالي الضحايا، وهذه المشكلة متعاقبة. يعني قاعد يعطي رسالة إلى الشعب بأكمله وإلى الحكومة العراقية، نحن نتمسك بهذا الملف ونحن الذي نحمي، ولا يمكن أحد أن يتجرأ ويتكلم علينا. هذا هو الكلام مالته، يعني عصابة يعني خارج عن نطاق الدولة. يعني في ذات الوقت ألا تعد هذه الاعترافات من قبل الخزعلي بوجود المغيبين ألا تعد دليلا واضحا على مدى الإفلات من العقاب وتفاقم نفوذ الميليشيات في العراق؟ يعني أين تقف السلطات الحكومية من ذلك، خاصة أنها يعني تصدع الرؤوس إن صح التعبير بأنها ستحارب هذه الظاهرة، ظاهرة انفلات السلاح ويعني مسؤولية الميليشيات؟ الميليشيات هي التي تحكم العراق، الميليشيات هي التي تسيطر على الأجهزة الأمنية وعلى أجهزة كل المعاملات، حتى المعاملات الاقتصادية والمعاملات التشريعية هي التي تشرف عليها، يعني هي مسيطرة حتى على المحاكم. هذا الاعتراف الرسمي من أكبر عصابة هي موجودة قيس الخزعلي، وقيس الخزعلي يعترف، وهذا ليس الاعتراف الأول للحلف فيه، هذه من اعترافات عدة. هو تكلم بكل وضوح أنه هذا الأمر هو يعني شخصيا، ويعني يعني معناته هو يعني المجموعة مالته. هذا الأمر هو أمر يتعلق بأمر الدولة، هل الدولة هي مغيبة؟ لا يمكن مقاضاة هذا الشخص إذا هو يعترف اعترافا رسمي بكل وضوح، والحكومة تسمع هذا الشيء ولا تعاقب هذا الشخص على الأعمال الذي يرتكبها ضد المواطنين العراقيين. كيف نعتبر هذه الحكومة نزيهة وهذه الحكومة ممكن تدافع عن المواطنين الموجودين والمغيبين في هذه السجون؟ على ماذا اعتمد في هذه الجرأة؟ على ماذا يعول قيس الخزعلي برأيك أستاذ ضياء؟
يعني هذه إشارة للحكومة، أنتم لا تقدرون تعملون أي شيء، نحن قاعد نعترف أمامكم، لا تقدرون تحولوني إلى القضاء ولا أكو جهة من تحاسبني. يعني هذا الاعتراف الرسمي، وحقيقة هو هذا الأمر الطبيعي اللي هو قاعد يتصرف به، لأنه لا توجد أجهزة أمنية، أجهزة حقوقية، أجهزة دولية أن تقاضي هذا الشخص. يعني هذا الشخص متهم بعمليات إرهابية ضد الشعب العراقي من بداية توليه لهذا المنصب ولحد هذه اللحظة، من كان هو مع التيار الصدري والتيار الصدري خرج من التيار الصدري بهذه المجموعة. نحن نعلم تاريخ هذا الشخص، هذا تاريخ الشخص إجرامي من بداية حياته ولحد هذه اللحظة. إذن الحكومة العراقية يجب عليها أن تلقي القبض على هذا الشخص وتحيله إلى المحاكم. يعني ما معقول شخص يتصرف بهذا التصرف وبكل وضوح يعترف ولا أحد يتكلم من الحكومة العراقية ولا من أجهزة الأمنية ولا من القضاء العراقي وهو بهذه الوضعية. يعني شخص معروف سكنه، معروف وين يعمل، يعني شخص ليست هو مبهم بالنسبة للحكومة العراقية. ولكن أنا أتوقع أن الحكومة العراقية عاجزة عن القيام بأي عملية ضد هذه المجاميع الإرهابية. نعم، يعني نتحدث هنا عن حقوق المغيبين، ماذا عن حقوق أيضا أهالي هؤلاء المغيبين؟ يعني ما هي الأسباب والدوافع الحقيقية برأيك وراء إهمال وتجاهل السلطات المستمر منذ سنوات لذوي المغيبين على الرغم من ظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة؟ من حقهم أن يعرفوا مصير أبنائهم. نعم، هذه العملية هي عملية ضغط، وهذه المشاكل التي قاعد تحدث والمغيبين هي فقط المنطقة الغربية حتى ما تسمى، وهي منطقة مع الأسف يعني من الطائفة السنية اللي هم قاعد يتأذون بهذه من هؤلاء الأعمال وهؤلاء التصرفات. بالوقت الحاضر العوائل قاعد تشكي من حالة الاجتماعية، من حالة مادية، من حالية كيفية العيش، لأن آبائهم وأبنائهم الذين يعملون هم موجودين في المعتقلات، وهذه ليست عائلة واحدة وإنما آلاف العوائل منتهكة من قبل هؤلاء العصابات الإرهابية. السؤال أين هي الحكومة العراقية من هذا العمل؟ نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.